طويل هو الطريق نحو المجهول، ونحن نمتلك الخيار، إما أن نكمل طريقنا للنهاية أو نطوي صفحاتنا ونطوى. نحن فقط من يختار. بسم الله الرحمن الرحيم. حين نحاول قراءة التاريخ البشري، فإننا كمسلمين نضع نصب أعيننا النصوص التي تضمنها القرآن الكريم، مع أننا لا ننكر ما جاء به العلم أو أسلوب البحث الأكاديمي، إلا أننا نعتمد من كل الدراسات والأبحاث والطروح ما يتوافق والنص القرآني الذي يعتبر هو الأساس الأول والمرجع الثابت لقبول أو رفض أي فكرة قد تطرح في أي علم من العلوم أو أي نوع من المعرفة بشكل كامل. وكذلك فإننا لا ننفي بشكل أو بآخر أي طرح ورد في الكتب المقدسة كالتوراة والإنجيل، فهي مراجع قد نعود إليها في تفصيلات معينة للنصوص التي نعتقد أنها لم تحرف منها، أو للنصوص التي تتطابق مع ما ورد في القرآن، أو القريبة في المحتوى مما نعده ثابتا من ثوابت معلوماتنا التي تعود بالأصل للقرآن الكريم. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حديث أحمد وأبي داود عن أبي هريرة بلفظ: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ورواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ: بلغوا عني ولو آية. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولكن نحن على يقين تام بأن الكثير مما تم نقله عن بني إسرائيل لم يعطي لنا صورة متكاملة عن قراءة التاريخ القديم. وقد حددت الأحاديث النبوية الصحيحة بشكل واضح الحقبة التاريخية القديمة وأزمنتها، لتأتي العلوم البحثية الحديثة البعيدة كل البعد عن المنهج الأكاديمي الذي طرح كثابت علمي، لتبطل وتضحل الكثير مما يثبت أنه ثابت، لكنه فعلا ليس كذلك، مما أوجب إعادة البحث لتتضح لنا قراءة مختلفة تماما عما كان يثار علميا، كمثل نظرية التطور أو الداروينية، فقد تم دحض أركانها بشكل كامل من قبل العلماء، حيث ظهرت الاعتراضات على نظرية التطور منذ أن برزت الأفكار التطورية في القرن التاسع عشر عندما نشر تشارلز داروين نظريته حول التطور في كتابه أصل الأنواع عام 1859. والفكرة أن الأنواع قد نشأت من خلال التوريث مع التعديل من سلف واحد مشترك في عملية يقودها الانتقاء الطبيعي
إضافة إلى النظريات التي طرحها لامار، فصادفت اعتراضات مختلفة على أسس علمية وسياسية ودينية، وأبرزها تلك الاعتراضات التي قالها جورج كوفييه الذي دافع عن الخلق المباشر وريتشارد أوين. واستمرت خلال القرن العشرين انتقادات من علماء مختصين وغير مختصين، يقودهم دعاة التصميم الذكي القائلين أن بعض الميزات في الكون عموما وفي الكائنات الحية خصوصا من ورائها مصمم ذكي. ويرى المنتقدون أن النظرية بنيت منذ بدايتها على أمرين، هما الأدلة الافتراضية، وذلك ما اعترف به تشارلز داروين بأنها غير موجودة بالفعل، والأمر الثاني من الأدلة الخاطئة مثل توريث الصفات الجسدية المكتسبة وغيرها. وقد أشار داروين في الفصل السادس من كتابه أصل الأنواع إلى الغياب التام للحفريات الوسطية أو البينية أو الانتقالية بينها، الأمر الذي جعل النظرية صعبة التصديق وعرضة للنقد والرفض، ولا يتطلب التصديق إيجاد حفرية أو اثنتين، بل من المفترض إيجاد الكثير من الحفريات لتتكامل معه. وعن التواريخ التي حددها الإسلام للفترة الزمنية ما بين الأنبياء والرسل، فعن ابن عباس قال: بين آدم ونوح 10 قرون، وبين نوح وإبراهيم 10 قرون، وبين إبراهيم وموسى 700 سنة، وبين موسى وعيسى 1500 سنة، وبين عيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم 600 سنة. وفي المجمل فإن الأخبار المنقولة في المدد المذكورة كثير، منها ما هو مأخوذ من الإسرائيليات وفيها خلاف، فقد ذكر ابن الجوزي عن إسحاق ما يخالفها، وذكر ابن رجب في شرح البخاري خلافا في ذلك، بينما يذكر ابن كثير في كتاب البداية والنهاية أن سيدنا نوح كان مولده بعد وفاة آدم 126 سنة، فيما ذكره ابن جرير وغيره. وعلى تاريخ أهل الكتاب المتقدم يكون بين مولد نوح وموت آدم 146 سنة، وكان بينهما 10 قرون كما قال الحافظ أبو حاتم بن حبان في صحيحه. وكذلك في حديث عن أبي أمامة قال: حدثنا محمد بن عمر بن يوسف، حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه، حدثنا أبو توبة، حدثنا معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام، سمعت أبا سلام، سمعت أبا أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله، أنبي كان آدم؟ قال: نعم مكلم. قال: فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: 10 قرون. قل: وهذا على شرط مسلم ولم يخرج. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. فإن كان المراد بالقرن 100 سنة كما هو المتبادر عند كثير من الناس، فبينهما 1000 سنة لا محالة، لكن لا ينفى أن يكون أكثر، باعتبار ما قيد به ابن عباس بالإسلام، إذ قد يكون بينهما قرون أخرى متأخرة لم يكونوا على الإسلام. لكن حديث أبي أمامة يدل على الحصر في 10 قرون. وهنالك أيضا أمر آخر، ألا وهو: ما تعريف القرن وكيف يحتسب؟ حيث يستخدم معنى القرن لتحديد الفترات الزمنية التي مرت بالتاريخ، وقد حدد القرن في 100 سنة كاملة، وذلك لتسهيل عمليات حساب الأزمنة وضبطها. فعلى سبيل المثال، عوض
أن أقول مر التاريخ في 100 سنته الأولى بأمور مميزة، نقول عرف التاريخ في قرنه الأول. قد تختلف التعريفات وفق المعاجين، لكن يظل المعنى واحد. إذ قيل عن القرن لغة أنه الزمان الواحد أو أهل العصر الواحد، ويمكن تعريفه كذلك على أنه أمة من الناس في زمن معين. وقد يتساءل البعض عن سبب تسميته بالقرن. سمي القرن بناء على الاقتران، كيف ذلك؟ جاء هذا الاقتران بالأمة أو القوم أو الجماعة التي عاشت أو صاحبت مدة القرن بأحداثها وأحوالها وسلوكها في مكان واحد. وهناك من المعاني الأخرى المعروفة للقرن، إذ يعتبر هو الأمة التي بعدها أمة ما، وهذا حسب تعريف لسان العرب. وجدنا بعض الاختلافات في الآراء حول مدة القرن، فهناك من حددها في 10 سنوات، وهناك من قال أنها تبلغ متوسط عمر الإنسان، إلا أن الأغلبية تتفق على أن مدة القرن هي 100 سنة. إذن في زماننا الحالي الذي يعد فيه متوسط عمر الإنسان أقل من 100 سنة، فالقرن يعتبر 100 سنة. لكن في ذلك الزمن الذي كان يتراوح فيه أعمار البشر 1000 سنة، فهل القرن يحمل نفس المعنى؟ لا أعتقد ذلك، وأظن أن 1000 سنة هو معنى القرن في ذلك الوقت. أي بمعنى أن ما بين هبوط آدم عليه السلام ونوح عليه السلام الفاصل الزمني مصداقا لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم 10 قرون، أي 10,000 سنة، هذا ما قبل الطوفان العظيم. فماذا عن ما بعده؟ هنا نعود للبحث ثانية لنجد أن سام بن نوح عاش حسب ويكيبيديا 965 سنة، وهو مؤشر فقط، وهو دارج قبل وبعد الطوفان. إذ عاش لامك أبو نوح 777 سنة، ومتشولخ جد نوح 969 سنة، وهذه هي المعدلات الطبيعية في تلك الحقبة ما بين قبل وبعد الطوفان. ومن هنا فقد بنيت بناء على هذا الاستنتاج جدولا زمنيا مبنيا على أساس أن القرن في حقبة آدم عليه السلام إلى الطوفان العظيم هو 1000 سنة، والحقبة من الطوفان العظيم إلى إبراهيم عليه السلام يبلغ القرن فيها 750 سنة، والحقبة مما بعد إبراهيم عليه السلام حتى يومنا الحاضر هو 100 سنة، وهي مدة القرن المعروفة لدينا حاليا. ولم يكن مستغربا أنه بهذا الاستنتاج كانت نسبة التطابق عالية، بلغت 90% بناء على الثوابت التاريخية وأزمنتها، لتكون فعلا خطوة إيجابية على طريق فهم التاريخ القديم ضمن محددات ثابتة هنا، وهي كالتالي: أولا، فترة الوجود البشري منذ هبوط آدم عليه السلام حتى يومنا الحالي في سنة 2022 هي 21,722 سنة. ثانيا، لو اعتمدنا التقويم الشمسي فإن هبوط آدم كان في سنة 19,700 قبل الميلاد. ثالثا، وقع الطوفان العظيم سنة 9,700 قبل الميلاد، وهذا يتعارض مع الثابت المحدد علميا ألا وهو 5,000 قبل الميلاد، وهذا فرق تاريخي كبير، 4,700 سنة، وهي فترة كبيرة نظرا لكامل فترة الوجود البشري على الأرض. لكنني أميل لهذه النتيجة المبنية على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي 10 قرون ما بين نوح وإبراهيم،
والتي أخذتها كمعدل عام 7500 سنة. كما أن هنالك موضوع آخر وهو حجم البشر في تلك الحقبة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليكم ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث يثبت أن طول آدم 60 ذراعا، أي ما يساوي 27 مترا ونصف تقريبا، أي بطول مبنى من 7 أدوار تقريبا في زمننا الحالي. وقد وصل معدل الطول البشري في زمننا إلى 177 سنتيمترا للذكور في عمر 18 سنة حاليا. وبحساب بسيط نرى أن استقرار الأطوال البشرية حسب الموجود حاليا استمر منذ إبراهيم عليه السلام حتى يومنا هذا. إذن فمعدل التناقص في الطول منذ آدم إلى إبراهيم بلغ حوالي 15% لكل جيل. والجدير بالذكر أن نزول آدم إلى الأرض كان بعد استقرار القشرة الأرضية وانقسام القارات كما نعرف في وقتنا الحالي، لأن حركة الصفائح تستغرق ملايين السنين، ونحن هنا نتحدث عن آلاف السنين لوجود الجنس البشري. وهذا يعني أنه تم بعد استقرار القشرة الأرضية بشكلها الحالي. هذا ردا على من يقولون أن القارات لم تكن نشأت بعد في حقبة وجود آدم، الأمر الذي ساعد في انتشار البشر على كل الكرة الأرضية. لكن هذا غير حقيقي على الإطلاق، فحقبة وجود البشر هي ضمن آلاف من السنين وليست ملايين السنين، حيث تشكلت القارات كما نعرفها. من هنا نجد أنه أضحى من الأهمية لمكان أن نعيد استقراء ما ذكر في قرآننا الكريم عن تاريخ البشرية، لنثبت مع كل يوم أمورا وجدنا مع البحث أنها دقيقة جدا في القرآن ومغلوطة في غيره. وسنكمل رحلتنا مع الحضارات البشرية في هذه السلسلة على خط الزمن حتى النهاية إن أعطانا الله العمر لذلك. فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.